يقبل عشاق السيارات الكلاسيكية القديمة على اقتناء السيارات الكلاسيكية التي تحمل في تفاصيلها عراقة وفخامة الماضي. ولأن جميع أنواع السيارات الكلاسيكية مضى على تصنيعها سنوات وسنوات عديدة، فهي تحتاج إلى عناية من نوع خاص للحفاظ على جماليتها ورونقها. ورشة نادي الشارق للسيارات القديمة تقدم خدمة جليلة للسيارة القديمة حقيقة. ورشة نادي الشارق للسيارات القديمة يعني تمشي بخطى ثابتة وبخطة استراتيجية وضعها مجلس إدارة النادي الحمد لله رب العالمين. فالآن نحن كورشة مقارنة بالورش الأخرى تعتبر من أفضل الورش الموجودة في مجال السيارات القديمة الحمد لله رب العالمين. ورشتنا تتكون من خمس ورش حقيقة، نحن نقول ورش ولكن هي في الأصل خمس ورش تتكون فيها من قسم الكهرباء وقسم الميكانيكا وقسم الهياكل وقسم التنجيد وقسم الكهرباء. أبرز ما يميز السيارات الكلاسيكية هي أنها محافظة على تاريخها ولا تلامس الحاضر وأدواته إلا في أعمال الصيانة للمحافظة عليها لفترة أطول. لما نبدأ بصيانة السيارة القديمة منذ قدومها إلى الورشة في البداية نعمل لها معاينة، تتم المعاينة من جميع الأطراف من ميكانيك وكهرباء وسمكرة أو الهياكل والتنجيد والكهرباء، كلهم يعني يأخذون السيارة ويقيمونها كلهم في جانبه. بعد ما يتم تقييم السيارة جزاك الله خير يتم تقييم الأسعار وكم تكلفة السيارة لصاحب السيارة، وأيضا إذا كانت السيارة تابعة لنا أيضا إحنا نقيمها لأن في النهاية لازم أن نشتري بعض القطع، وتم تحديد القطع وتم التواصل مع شركات قطع الغيار كانت داخل الدولة أو خارج الدولة وتم توفير هذه القطع. أثناء البداء نبدأ الكل يبدأ في وقته، وعادة السيارات هذه ما تأخذ مدة أقل عن 6 شهور حقيقة. يعني أنا لما أتكلم عن 6 شهور هذا يعني رقم خرافي، لكن عادة تأخذ تصل إلى سنة سنة ونص. ليش؟ لأن السيارة تفتح بالكامل ما يظل فيها يعني برغي أو مسمار إلا ويفتح. نحن أثناء الصيانة وإعادة هيكلة السيارة نحرص كل الحرص بأن ترجع السيارة كما كانت على فترة صنعتها، كيف كانت من المصنع خرجت، كيف كانت في بداية الصنع، نحاول أن تكون بنفسها. حتى الألوان، ألوان الفرش من الداخل، اللون السيارة، إلا إذا كان يعني العضو أخونا العضو صاحب السيارة طلب شيء مخالف، ولكن إحنا عادة هذا اللي نسعى له بحيث أن تكون السيارة دائما تحافظ على رونقها القديم. إهمال السيارة الكلاسيكية وعدم العناية بها بشكل صحيح سيؤدي إلى إنقاص قيمتها الشرائية في السوق، كما سيؤدي الإهمال أيضاً إلى حدوث أعطال كثيرة وارتفاع تكاليف التصليح بشكل كبير.